مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين بجراح خطيرة قرب مستوطنة غوش عطسيون شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية هناك. شهيد اثنان في أقل من 20 ساعة. أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينيين قرب مستوطنة العزار في مجمع غوش عطسيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بحجة تنفيذه عملية دهس. السلطات الإسرائيلية قالت إن الدهس أدى إلى إصابة مستوطنين اثنين بجروح وصفت بالخطيرة، وشرعت قوات الاحتلال بعد ذلك بإغلاق عدد من المداخل المؤدية إلى مدينة بيت لحم، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل القرى المحيطة. وفي أول الردود الإسرائيلية كرر رئيس الكنيسة يولي أدلشتاين مطلبه بضرورة إعادة الردع من خلال تطبيق السيادة الإسرائيلية على التجمع الاستيطاني غوش عطسيون. عادت الأوضاع مرة أخرى إلى التوتر في الضفة الغربية، حيث يحمل الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الأخير، ويواصل الفلسطينيون على الأرض تحركاتهم في عدة مناطق رفضا للاستيطان. هنا في قرية كفر مالك شرق رام الله أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد مسيرة سلمية انطلقت باتجاه منطقة عين سامية. المتظاهرون خرجوا في مسيرة احتجاجا على سرقة الأرض والمياه، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في القرية. أما في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أصيب مواطنان بالرصاص المعدني خلال مسيرة القرية الأسبوعية المناهضة للاستيطان الإسرائيلي. أحمد جردة، العربي، الضفة الغربية. مراسلنا في رام الله أحمد جردات ينضم إلينا. أحمد، كيف انتهت جمعة اليوم وهل من حصيلة جديدة لعنف الاحتلال؟ يعني الحصيلة هناك عشرات الإصابات والشهيد، الشهيد ارتقى برصاص شرطة الاحتلال وقوات الاحتلال بادعاء أنه قام بتنفيذ عملية دهس عند مستوطنة وعند مجمع الاستيطان غوش عطسيون الذي يقع جنوب مدينة بيت لحم. هناك تخوف لدى الأوساط الإسرائيلية من أنه من العودة هذه العمليات، لا سيما بأنها العملية الثالثة خلال حوالي أسبوع والعملية الثانية خلال أسبوع في نفس غوش عطسيون، حيث في تلك المنطقة وعلى مقربة من تلك المنطقة وجدت جثة الجندي قبل حوالي 8 أيام مقتولا. هناك تخوف من هذه العمليات التي تجتاح الضفة الغربية، لا سيما بعد ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واقتحامات بحق المسجد الأقصى المبارك في أول أيام الأضحى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك يوم الأحد الماضي، حيث أن هذه الاقتحامات ينظر إليها بأنها ستؤجج الأوضاع، وأججت الأوضاع في المنطقة وستعيد وستسرع من وتيرة الأحداث في الضفة الغربية. بالنسبة للمواجهات التي حدثت في منطقة كفر مالك وأيضا في كفر قدوم في الضفة الغربية فنتج عنها عشرات الإصابات بالاختناق، وهناك أيضا إصابات بالرصاص المعدني. المواطنون احتجوا في منطقة كفر مالك على ما قام به الاحتلال، نعم، الإعلان عن نيته إقامة إحدى البؤر الاستيطانية على أراضي المواطنين، وأيضا رفضا لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من سلب للأراضي وسلب للمياه في الضفة الغربية، حيث أن هناك إسرائيل، نعم، تحاول دائما السيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيين منها. شكرا لك أحمد جردات مراسلنا في رام الله. في قطاع غزة أصيب أكثر من 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي القطاع وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. وأكد بيان للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن ما يجري في مدينة القدس من هجمة إسرائيلية شاملة تهدف إلى التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى. وقال العضو في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، قال في تصريح للتلفزيون العربي إن ما يحدث في الضفة الغربية منذ أيام من عمليات هو رد الفلسطينيين الطبيعي على استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى.
وينضم إلينا من غزة مراسلنا هناك باسل خلف. باسل، أجمل لنا الأوضاع في غزة في هذا اليوم. نعم زاهر، يمكن الحديث هنا عن ثلاث ملاحظات تسجل هذا اليوم. أولا فيما يتعلق بالمسيرات، المسيرات مستمرة وفقا للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. نتحدث عن الجمعة 70 من هذه المسيرات. الفصائل الفلسطينية تصر على الاستمرار وأعلنت عن جمعة جديدة يوم الجمعة القادم بعنوان لبيك يا أقصى، في ذكرى إحراق القدس أو إحراق المسجد الأقصى وتضامنا مع المقدسين. الملاحظة الثانية هو أن وهج هذه المسيرات ورقعتها أقل مما كانت عليه قبل عام من الآن من حيث الأعداد ومن حيث الاحتكاك. نتحدث عن الملاحظة الثالثة فيما يتعلق بالإصابات، نتحدث اليوم عن 37 إصابة حتى هذه اللحظة وفق المصادر الطبية هنا في قطاع غزة، وهذا أيضا هذا الرقم وهذا العدد من الإصابات منذ أسابيع، وهذا الرقم يتراوح مكانه، لا يوجد تسجيل لضحايا شهداء على الأقل حتى هذه اللحظة. واضح أنه القوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية هنا والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة لا ترغب بالانتقال من هذا المربع على هذه الشاكلة سواء بالأعداد أو استمرار المسيرات إلى تصعيد ما يخدم الأطراف المختلفة حقيقة. ونحن نبتعد عن 4 أسابيع عن انتخابات الكنيسة القادمة رغم ما يثار ورغم التهديدات المتبادلة وآخرها التهديدات التي تبادلها يحيى السنوار قائد حماس في غزة هنا وقادة الاحتلال الإسرائيلي أو حتى المرشحين للانتخابات القادمة. فيما يتعلق بالقدس وهذا أخيرا، تصريحات حماس والفصائل هنا تنقسم إلى مسارين. المسار الأول تبارك ما يحدث في القدس وتقول إنه رد طبيعي، وعلى الناحية الأخرى تطالب السلطة الفلسطينية بتطبيق قراراتها الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالإضافة أيضا إلى مطالبات الدول العربية بالانتقال من مربع الصمت إلى مربع الفعل نصرة للقدس والمقدسين. شكرا جزيلا لك باسل خلف مراسلنا من غزة.